ولذلك يجب أن ينبه النساء في البيوت، ومن يسمع كلامي الآن يجب أن ينبه النساء في البيوت. في يوم الجمعة قد يدخل بعض الخطباء قبل دخول وقت صلاة الظهر. الآن يؤذن الساعة كم للظهر؟ الساعة 12، ربما يدخل الساعة 12 إلا 10 دقائق فيؤذن، وإذا ببعض النساء يصلين، هذا خطأ لأن وقت الظهر لم يدخل. الواجب على النساء أن يصلين الظهر متى؟ إذا دخل وقتها. ولذلك على المرأة أن تتقيد بالتقويم في يوم الجمعة، لا تصلي صلاة الظهر. المرأة لا تصلي، ويجب أن تنبه، لا تصلي يوم الجمعة إلا إذا دخل وقتها، فيجب أن ينبهن، لأن بعض الخطباء في بعض الأماكن أحيانا يدخل الساعة 11:35، يعني باقي ما يقرب من ثلث أو أكثر على دخول وقت صلاة الظهر. لو صلت المرأة صلاتها لا تصح لأنها قبل دخول وقتها.